مرحبا مشاهدينا. طبعا انا في مجمع 338 في العدليه، هالمكان اللي انا فيه اسمه مطعم بوهيمه سابقا، والحين برنامج الوان 338 تبنوا هالمكان بمشاركه 20 فنان. طبعا هالمكان فيه 20 عمل فني، كل فنان سوى عمل فني تحت شعار انا هو الاخر. ايش رايكم اخذ جوله ونشوف بعض الاعمال الفنيه الموجوده في هالمكان؟ مشاهدينا طبعا اول عمل راح اتكلم عنه هو عمل الفنانه ساره كانو. ساره سوت هالعمل بمعنى ان السجل اللي احنا نسويه داخل نفسنا، نصنعه احنا بنفسنا بسبب اغلاط احنا سويناها في حياتنا يخلينا مسجونين طول عمرنا، ولكن لابد من التغيير، فالتغيير هو الحل. بعد انا صراحه عجبني هالمكان، طبعا الفنان احمد عدنان سواه. طبعا نشوف اشكال مختلفه، الوان مختلفه، رسومات مختلفه، ف هم المكان حلو. انا برتاح شوي بستريح قبل اروح فوق. خشمك على راسي. طبعا في هالغرفه في عمل وايد عجبني، دشوا وياي. هالعمل تشوفون اجزاء مختلفه معلقه، كل جزء معلق. اذا جيتوا هني تعالوا وحاولتوا تشوفون شنو ذي العمل ما راح تعرفون، لازم في نقطه معينه توقفون فيها واللي هي هني، تشوفوها هذه، تحط ريولك هني توقف راح تعرف شنو مكتوب بالضبط. ايش رايكم انتوا تيجون توقفون وتعرفون شنو الموضوع؟ عرفت معناتها مكتوب تروث، شوفوها مره ثانيه. الحين خل نروح غرفه ثانيه. يلا مفهوم العمل يعني تشوفون كراسي هني ومفترض ان الناس قاعدين، وهذا تلفزيون. الفكره في هالعمل انك انت تقعد وتشوف التلفزيون، فالتلفزيون ياثر عليك في افكارك، فانت يتم سيطره عليك بشكل سهل، فالمفترض الواحد ما يقتنع باي شيء يشوفه. هذه فكره العمل. الحين خلينا نروح الطابق الثاني ونشوف الاعمال اللي هناك. طبعا الحين وصلنا للطابق الاخير. اروح يمين ولا يسار؟ يمين. طبعا مثل ما تشوفون هنا هذه جرافيتي. جرافيتي رايتنج هو إلمنت او عنصر من عناصر ثقافه الهيب هوب، وفي ناس وايد في البحرين ما يدرون عنه. طبعا هو فن جميل، تشوفون شلون الشكل طبعا هاي كلها يعتمدون الرش، مجرد يرشون الوان وفي النهايه يطلع الشكل بهالطريقه. يعني هو جدا صعب، ولكن في النهايه العمل يطلع بهالشكل صراحه شيء واو. الحين بندش هالعمل. طبعا العمل قدامنا تشوفون قفص وفي طيور، الطيور اللي فوق طبعا لونها ابيض وتحت بروحه قاعد باللون الاسود. هالعمل طبعا فكرته ان الشخص الاعزب دائما الناس ينظرون له بنظره خاطئه، ولكن هالفكره غلط، لان في ناس وايد عايشين بدون شريك حياه ولكن مبدعين، يعني فهموها لا تزوجون. مشاهدينا طبعا عقب ما شفنا الاعمال الفنيه الموجوده، اعمال جميله، اعمال غريبه واعمال عجيبه. طبعا الوان 338 مستمر ليوم 22 ابريل من الساعة 10 الصبح ل 10 في الليل. كلكم تعالوا وشوفوا الابداع الموجود هني. وكذي نكون وصلنا لنهاية هالفقرة، والحين نرجع للاستديو.